ما رأيك بهوية يسوع المسيح الذي ولد من عذراء لم طبعاً يتورث الطبيعة الخطاء، اللي تمم نبوات كثيرة لا تتم إلا إن كان فعلاً هو الله؟ ما رأيك بالمسيح، شخص المسيح اللي عنده الطبيعتين الإنسانية والإلهية؟ ما رأيك بالمسيح الذي يغفر الخطايا والذي يطالب الإيمان بشخصه، المسيح الخالق، المسيح المخلص، المسيح اللي قال عن نفسه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، المسيح المكتوب عنه هو صورة الله الغير منظور، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد؟ ما رأيك كما يقول كتاب وهو بهاء مجده ورسم جوهره، أعمال المسيح، أسماء المسيح، محبة المسيح، قدرة المسيح، كل هذه الأمور التي تعبر عن لاهوت المسيح؟ شو رأيك اليوم تفحص إيمانك في ضوء هذه الكلمات؟ طبعا المسيح مش مجرد شخصية تاريخية أجا وراح، المسيح ما زال يتواصل، ما زال يتفاعل حتى يومنا هذا. هو الذي قال الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ما رأيك بهذه الكلمات؟ يسوع المسيح الطاهر بلا خطية، ما عندوش كذب، تعليمه واضح، محبته وسلامه وغفرانه واضح جدا لكل إنسان. أتريد أن تقبل ديانة فيها عنف وفيها تهميش لهوية وشخصية الإنسان؟ إما أن تقبل المسيح الذي يغير الحياة والكيان والذي وعد بالحياة الأبدية. فالمسيح أعظم من نبي وأعظم من معلم فعلا، إما أن تقبله ربا ومخلصا وإما أن ترفضه بالتمام. لكن لا توجد أو لا يوجد خلاص بمجرد الإيمان أنه شخص عظيم وأنه نبي وأنه صانع المعجزات. الخلاص هو بعمل المسيح الكامل على الصليب والقيامة من الأموات. هذا العمل من خلال الإيمان في القلب وعمل الروح القدس في الكيان. أنا بشجعك اليوم أنك تختار الحق، تختار السماء، تختار النعيم، تختار يسوع المسيح. إذا أنت كنت على فرشة الموت، أي نبي في هذا الوجود، أي شخصية تريد أن تكون بجانبك؟ أريد أن يكون المسيح بجانبي، الذي يشجعني بكلمات الحب ويقبلني ويأخذني معه إلى السماء. بصلي أنك تبارك من خلال هذا التعليم. إلى اللقاء والرب يباركك.